نرجع نتذكر سوا مشاهدينا أجمل وأجدد البرامج اللي عم تابعوها حاليا عبر شاشتنا. محبي المسلسلات الدرامية ناطرين الليلة أحداث مشوقة ضمن الدراما الاجتماعية نصف يوم، قصة حب مميزة بتجمع بين نجمين شكلوا ثنائي رائع على الشاشة، نادين نسيب نجيم وتيم حسن. بنشوف سوا هالمشهد من الحلقة القادمة. جابر؟ أنت بتعرفه لجابر؟ إيه بعرفه، صاحبي من زمان الزلمة. شايفني جابر؟ بين علي بشبع جابر؟ لك لا، بس دلولي قالوا لي هون. دلوك وقالوا لك يا حبيبي على العالم خسرت الجرس وعم تخبط على الباب، لك الناس هيدي ولو؟ لك الناس، شو استاذ استاذ، لحظة لحظة، نازل لك. ظافر العطار، أنا الكل بالكل هون بالحي، شقق مفروشة، غرف، مستودعات، محلات، أي شيء. أنا بس بدي أسألك وين بيت جابر؟ قالوا لي بهي الشقة. مزبوط، كان ساكن هون من كم يوم فل. أحداث مشوقة منتابعها سوا مشاهدينا الليلة الساعة 7 إلى ربع المساء ضمن حلقة جديدة من نصف يوم، كونوا على الموعد. أما بعد الأخبار فالأجواء بتختلف تماما، سهرة الخميس دايما الموعد المنتظر هو مع الفريق اللي بقدم لنا سكتشات منوعة انتقادية وساخرة حول كل المشاكل اللي عم نعيشها بحياتنا اليومية، فريق ما في مثله بحلقة الليلة، كونوا على الموعد. أما هلا رح ناخذ بريك قصير مشاهدين ومنكمل حلقتنا من ألايف، خليكم برفقتنا.